كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طب الفقير والمسكين، هل الفقراء والمساكين وكذا فيها الفقير. يعني هل اللغة مختلفين فيها؟ نعم. يعني من هو الفقير ومن هو المسكين؟ قسم يقول الفقير من له دون النصاب، يعني أدنى الشيء قليل، هذا الفقير. نعم. والمسكين من لا شيء له، قسم يقول هكذا. يعني عنده قوت يوم مثلا الفقير، يعني أو يدخل دخل لكن لا يكفي. تمام. لا يكفي دون النصاب فقير. نعم. المسكين ليس عنده شيء أصلا، قسم يذهب يستدل، قدم الفقراء على المساكين، يستدل بقوله أو مسكينا ذا متربة. ما المتربة؟ يعني لاصق بالتراب. نعم. قسم يذهب يقول لا، يقول المسكين العكس. المسكين عنده شيء بدليل قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم بعض لكن لا يكفي. ده مش بعض ما شاء الله سفينة يا دكتور، هم أغنياء. مو الواحد ليست لواحد. لمجموعة كثيرة مساكين يعملون في البحر عايشين منها. طب ماذا تقول اللغة؟ هو هذا اللغة، اللغة يعني مختلفين من هو الفقير ومن هو المسكين. لا، قبل القرآن هذا، يعني بغض النظر عن استعمالات القرآن، هو القرآن هي استعمال لغوي لها. يقول المسكين من السكون والسكينة، كأنه لاصق بالتراب لا يتحرك. طب حضرتك تميل لأي رأي؟ المسكين صيغة مبالغة من سكنة. سكنة؟ نعم. صيغة مغر وزن ماذا؟ مفعيل. طبعا طبعا. فعال مفعال فعول فعيل فعل. لا كثير، اكثر من 16 وزن مبالغه. طبعا 16 وزن المبالغه اكثر، ما شاء الله. طبعاً. كثير اذا. نعم. مفعيل مشهوره، وأمه زلاء منطيقه. طبعا منطيق، المنطيق صاحب المنطق قوي الحجه. المعطير التي تتعطر كثير. لا فعيل، وهي من اوزان مبالغه ايضا. طيب، فالمسكين من اوزان مبالغه. اذا هي اقوى في الدلاله من فقير ليس عنده شيء، وهكذا يقولون انه من السكون والمبالغه فيها. وحضرتك تميل لاي رايين؟ والله يعني ربنا يعني ايهما اشد؟ لكن قدم الفقير على في الصدى. ليس بالضروره التقديم. هو يعني يعني مدار الحكم ليس على التقديم او التاخير، ليس بالضروره. طيب، يعني فهو يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعني يقول لنا انه المحتاج جدا الذي ليس عنده شيء، او الذي عنده شيء لا يكفي، كلاهما ممن تجب لهم الزكاه. ممن ليس عنده شيء، ومن عنده ما دون النصاب مما لا يكفيه الدخل، كلاهما تجب له الزكاة. كلاهما. يقال المسكين هي حقيقة صيغة مبالغة من السكون، يعني عدم الحركة. يعني المسكين أشد فقرا من الفقير. يمكن. حضرتك تعمل ما هو العائل؟ المحتاج. يعني نفس إذا حاولنا أن ننظمهم في سلسلة، يكون أقوى من الفقير. حتى الله تبارك وتعالى يمن على الرسول صلى الله عليه وسلم وجدك عائلا. هو يدخل في أحد هؤلاء، هذا عام. محتاج عموما يعني. طبعا. يكون فقير أو مسكين. هو راح يدخل، يعني كل الأشياء تذكرها راح تدخل في هاتين الصف، يعني هم الاثنين محتاجين. خلاص يدخل بأي صورة كانت يعني. نعم. قسم الفقير يعني من الفقار، من يعني فقرته مكسورة من الفقر، كأنما لا يستطيع. إذا في علاقة بينه وبين الفقرة؟ كأنما هكذا يقولون يعني من كثرة الفقرة، يعني كأنما فقرته الفقرة مالته مكسورة. الفقرة مالته مكسورة. طب ما هذا أقوى يا دكتور. يعني كسرت فقرته ظهري، هذا أقوى من المسكين. على أي حال. نعم. فهو قسم ذهب إلى هذا أنه ليس له شيء الفقير،
والمسكين عنده شيء لا يكفيه، وقسم قال أنه الفقير عنده والمسكين ليس عنده شيء، راح تقول فيها كلها. حضرتك تميل لأي رأي؟ والله يمكن الفقير أنا أميل يعني هكذا الفقير بي بي أقوى من بما بدأ به ربنا سبحانه وتعالى، يعني لما ذكر الحاجة ذكر من هو أحوج. يعني هكذا الله للفقراء والمساكين أطول والعاملين عليها. لا هذول العامل عليها يعني موظفين مش محتاجين قوي، موظفين لا يحتاجون. صحيح، يعني هذا تميل ان الفقير اقوى اشد فقرا من المسكين. المقام ما دام بدا بذوي الحاجه فبدا باكثر من حاجه. الله اعلم. نعم صحيح. الضعفاء والمستضعفين، المستضعفين اللي غيرهم يستضعفهم، الضعفاء هو ضعيف وله ذريه احد استضعفه. نعم نعم يعني يعني بني اسرائيل استضعفهم فرعون. نعم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، يعني استضعفهم حاكم أو سلطان فاستضعفهم. الضعيف لا هو ضعيف وله ذرية ضعفاء. هو استضعفه بمعنى ماذا؟ يعني تسلط عليهم. تسلط عليهم بغض النظر عن كونه ضعيفا أم غير ضعيف. لا لا لا، لكن يعني هناك قوة جائرة جبارة. نعم. أملت شروطها عليهم مثلا، يعني حكمتهم بالحديد والنار، أذلتهم وما إلى ذلك، هضمتهم حقوقهم، كلفتهم بواجبات لا يطيقونها. يعني بنو إسرائيل هم في حال الأمر ليسوا ضعفاء، ليس لكن فرعون استضعفهم ليس بما له من سلطة وغلبة وقوة. الآن احنا الآن لو يعني لو تدخل في السياسة مثلا، لا بأس جيد أيام لا لا مثلا يعني أود أن أدخلك في عالم السياسة. يعني تنظر يعني هنالك مثلا جماعات أو كذا أو في دول تستضعفهم الدولة وتستذلهم لسبب من الأسباب. صح صح، وتجور عليهم بسبب. نعم. فهذا مستضعفين هذول يعني. يعني مستضعفين نتيجة وجودهم تحت وطأة قوى أخرى. نعم. أما ضعفاء هم من أساس حالهم هكذا ضعفاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.